شلاف بشبكة الأسرار، هاي اللعبة احنا اخترعناها بالبرنامج. الخيار إلك، إذا تجاوبين راح أسألك أسئلة صريحة نوعا ما، إذا جاوبتيني بصراحة أنت راح ترشيني. حلو. أما إذا ما جاوبتي فأني اللي راح أرشك بالشباك مال العنكبوت. نبلش أول سؤال. سبايدر مان. اسم أول شخص حبيتي؟ رش رش رش. ما توصل. أول حرفين باسم فنانة تكرهك. تكرهني؟ أول حرف. هم كثير. أي وحدة تحسيها تكرهك؟ دقيقة. حرفين إيه؟ دا حضر. لا لا ما أول حرفين مو أول حرف. أول حرفين إيش ما رش. أوكي. زين. قولي لنا على ما يتحششين أكثر أنت وأمك؟ أخوك لو مرته؟ مرت أخوي. ها جاوبتي صحيح، هذا مظلومة برشيني مرة. زين، ممثلة من جيل تقبلين اسمها يسبق اسمك؟ من جيلي؟ ماكو احد من جيلي صار ترى، انتبه يعني. اللي وراك بشوية أو اللي قبلك بشوية، تقبلين اسمها يسبق اسمك بالمسلسلات؟ ماكو احد من جيلي أصلاً يعني يصير وياي. ما جاوبتي صراحة. زين. أقوله ما أعرف. ممثل عراقي كلش حابة تمثلين وياه هالفترة. هالفترة؟ إي. خل أفكر لحظة. يلا. كلش حابة أمثل وياه هالفترة؟ إي. رزاق. يما. حظي حلو. يما. كافي. رزاق أكرهك. شنو أغلى شيء مادياً تمتلكيه حالياً وبيش؟ ما أقول رش. أنا متعارقة. قولي لنا السبب اللي فركش آخر علاقة إلك. شنو؟ السبب اللي فركش آخر علاقة. زين. قولي لنا عادة بيك ما حد يعرفها غير المقربين. عصبية كلش. أكيد. عصبية كلش. ها لا. نزلي جوا زين. إيه. اوكي ليش يعني تريد جوا؟ يعني حتى ارتاح لان وترتي. ليش عندك غير شيء؟ لا لا. زين. مخرج لو تنقلب الدنيا ما تشتغلين وياه؟ حسن الماجدي. زين. اسم مسلسل طلعتي منه بسبب فنانه؟ اسد بابل. ده حزت تجاوبين بس حتى ترشيني. ليش ال عفو 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 عدين. هاي منين جايبتها؟ زين. أكو ممثلة سمعتي إنها تقول إنك تقلديها بالستايل فترة من الفترات. قولي لنا اسمها. ما حد قال ما سمعت. لا أكو واحدة. تقول إنه تقلدين شعرها كانت. أنتي سمعتي إيش تقول؟ لا. خلص حظك حلو. ما استسلم. يلا اوكي اوكي. زين اخر سؤال. قولي لنا اسوء مسلسل شفتيه برمضان اللي فات. اوف. شكرا سولف.